السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعضاء تبادل المعلومات التقنية، أينما كنتم وحيثما تواجدتم بإذن الله اليوم سأستعرض معكم تطبيق رائع بكل المقاييس يبحث عنه المكفوفون وضعاف البصر. أظن أن هذه الأيام فهي أيام المكفوفين وضعاف البصر، فهذا شرف لنا ويشرفنا ويفرحنا أن نقدم لهم شيئا يسعدهم ويساعدهم ويفرحهم كذلك. إذن تطبيقنا لهذا اليوم هو تطبيق، يعني تطبيق واحد في ثلاثة أو أربع تطبيقات، تطبيق شامل يتعرف على كل شيء. فقط تابعوا هذا الفيديو إلى آخره، لكن قبل ذلك، قبل الشرح عفوا، لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد وتفعيل الجرس لتستشعروا بجديدنا أول بأول، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم وأحبائكم، وكذلك تعليقاتكم القيمة واقتراحاتكم انتقاداتكم وآرائكم. بعد الفاصل ونواصل في شرحنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله من جديد. إذن رجعنا لكم من بعد الفاصل، نكمل معكم وندخل معكم ديركت في الشرح. هذا التطبيق في الحقيقة شوقني أنني نمدو لكم، هو عجبني من ناحية الدقة دياله والعمل اللي كيقوم به، فعمل صراحة رائع. إن شاء الله نخليكم مع الشرح وتكتشفوه إن شاء الله من بعد. ألور، على بركة الله انطلقوا للشرح ديالنا. هو على تطبيق أبلي هوليا Rechercher sur en vision et en vision et ça te plaît en vision et ça te plaît quoi d'autre? Fait trois ou quatre variétés d'applications installées dans le téléphone. Donc, il a appris à utiliser cette application. Ça nous a aidé à utiliser l'application. Comme je vous ai déjà expliqué, j'ai utilisé TapTapSee, mon traducteur Google Traduction, TextScanner Pro, OSR. Moi, j'ai utilisé des applications que j'ai expliquées à vous. الان هاد التطبيق كيشملهم كاملين. جميل، اذا ندخلوا ليه. مرحبا بكم في تصوير اوفيزيون اي. فوالا كيف ما سمعتوا كيرحب بنا. اذا التطبيق انا ثبتته مازال ما درت لا اجراءات لا والو. نمشي من اليسار ليمن. انتيليجونس دو تاسكيك و دو فيزوال و لا ريفيو. رساله بالانجليزيه، قراءة جميع أنواع النصوص. هذه هي الترجمة نتاع الرسالة. كونها أجزاء نصية قصيرة تحتاج إلى قراءة في الوقت الحقيقي أو نصوص أطول في المستندات التي تحتاج إلى استكشاف. نمشيو كذلك من الليسر اليمين باش نكملوا القراءة ونتعرفوا شوية على التطبيق. التعرف على الأشخاص والأشياء. إذن فالطبق هذا تيخول لك انك تعرف على الناس اللي قدامك، شكلهم وجههم يعني لونهم. اشرح لك المشاهد من حولك بما في ذلك التعرف على الاشخاص والاشياء التي يمكنك تدريبها. تصور كل الصور. هنا تصور كل الصور، يعني باش تخرج يعني النصوص اللي كاينه في الصور، او لا تاخذ صوره لشي صوره وتوصفها، يعني شحال كان بيرسون ولا كذا. يمكنك وصف جميع الصور من أي تطبيق وقراءتها وحفظها عن طريق تحديد تصوير من ورقة أسهم الصورة. كيف ما قلت لكم أها هنا كونتيني يعني متابعة. إذا فأخرى هذا التطبيق كيدعم خاصية الباركود، يعني تصوير الباركود ولا استخراج الباركود، ولكن مازال ما مفعلاش في هذا التطبيق. كذلك فيه ميزة أخرى هي اكتشاف الألوان، كذلك هذه الميزة مازال ما مفعلاش فيه. نتمنى إن شاء الله في التحديث القادم إن شاء الله يفعلون هذه الميزتين. إذا كليكي على كونتيني. بعد ما كليكيت على كونتيني غادي نمشي من اليسار اليمين.
نلقى الاسم ديال التطبيق اون فيزيون. يرجى تسجيل الدخول باستخدام احدى الطرق التالية. هنا قال لك يرجى استخدام الدخول يرجى تسجيل الدخول يرجى تسجيل الدخول باستخدام احدى الطرق التالية. يرجى تسجيل الدخول باستخدام احدى الطرق التالية واللي هي سجل الدخول باستخدام فيسبوك بوتون. واخا كليكوا عليها ما غاديش تفعل معكم لان المشكل عندهم في المشكل كاين من عندهم. سجل الدخول باستخدام جوجل بوتون. كذلك خاصيه ديال جوجل هي موجوده ولكن ملي كتكليكي عليها ما كيبغيش يتحل. كاينه اخر حاجه هي سجل الدخول باستخدام البريد الالكتروني بوتون. اللي خدامه سجل الدخول باستخدام البريد الالكتروني من تحتها شنو كاين؟ بتسجيل الدخول الى تقر قد قرات ووافقت على سياسه الخصوصيه وشروط الاستخدام. فوالا اخيرا خابيا. الوغ حنا نمشيو نكليكيو على سجل الدخول باستخدام البريد الالكتروني. بتسجيل سجل سجل الدخول باستخدام البريد الالكتروني بوتون. من بعد ما كليكينا على امشيو من اليسار اليمن كاين اسم التطبيق وكاين بو باك بوتون. نادي بو باك بوتون او باك باك يعني خروج ربما. وهذه إذا لم يكن لديك حساب بالفعل فسيتم إنشاؤه لك. فعلا قال لك ودي إذا ما كانش عندك حساب معهم في هذا التطبيق هذا مجرد أنك ما كتدخل البريد الإلكتروني تاعك والمطبس تاعك هما كينش أوليك بيه حساب معهم. دونك أنا ديجا دخلت معهم يكفي أنني ندخل غير الإيميل ديالي والمطبس وغادي نحل التطبيق ونكمل معكم السيارات. لحظات ونرجع لكم إن شاء الله. إذن ادخل بريدك الإلكتروني زوند موديفيكاسيون. بريدك الإلكتروني مود باس باتوار زوند موديفيكاسيون سوميت بوتون إذن ولا شي حاجة بحال هكا كتكليكي عليها وكيتفتح التطبيق. لتحت كاين إعادة ضبط كلمة المرور بوتون. هنا إعادة ضبط كلمة المرور. إعادة ضبط كلمة المرور بوتون. إذن نتلاقاو إن شاء الله مور ما ندخل الإيميل والمود باس ونرجع لكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. إذا بعد ما قمنا بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر ديالنا رجعنا لكم بإذن الله بس كملوا معكم الشرح. الآن أنا غادي ندخل للتطبيق من جديد باش نكملوا المكان اللي توقفنا فيه. إذا أنفيزيون إي أبليكاسيون ريسانت أبليكاسيون ريسانت أنفيزيون إي أنفيزيون إي. اذا بعد ما كنحلوا التطبيق سيليكسيوني التعرف على النص اون فيزيون اي التعرف على النص ولا شي حاجه بالفرنسيه لان التطبيق ما فهمتوش ولا هذا الشيء اضطريت انني نعربه باش حتى كذلك الاخوان يستخدموه بالواجهه العربيه. وهو موجود على بلاي ستور يعني بحقيقته يعني باللغه ديالو الانجليزيه ربما كده اللغه الانجليزيه. الور نمشيو من اليسار لمن غنلقاو التعرف العام. التعرف العام التعرف العام هنا المساعدة والإعدادات. هنا المساعدة والإعدادات دبل فلاش بوتون. احنا مسألة مهمة خصنا نعرفوها فين ما نبغيو نعرفو شي حاجة خصنا ضروري نشغلو الفلاش ورغم ذلك كيكون التصوير ضعيف. التليفونات اللي عندهم مواصفات مزيانة صراحة غيخدم معهم رائع التطبيق هذا على اعتبار ان الكاميرا كتكون مزيانة وكيكون كتكون الإضاءة مزيانة يخدم معهم مزيان صراحة. ما عرفتش واش هاد النسخة واش غتمشي مع جميع الهواتف باللغة العربية كيف ما غدا معي انا او لا ولكن على اي حال كيبقى التطبيق موجود في بلاي ستور وبنفس الطريقة اللي غنخدمه فيه هي نفس الطريقه اللي غنخدموا فيها في بلاي ستور غير هذا بالعربيه والاخر بالانجليزيه يمكن. الور قلنا دبليو فلاش بوتون فلاش. وهنا قراءه المستند بوتون. هنا اللي بغينا نقراو مستند. وهنا قراءه النص المكتوب بخط اليد بوتون. قراءه النص المكتوب بخط اليد. وهنا ابدا القراءه حالا بوتون. هنا الى بغينا نبداو القراءه يعني خدينا شي نص من سواء قراءه النص المكتوب بخط اليد قراءه المست قراءه
تبدأ القراءة حالا. بوتو مرات كيعطينا النص على شكل صوت وركم قوم نسحبو كنقراو، ملي كنكليكيو على هاد القراءة يبدأ القراءة. تبدأ القراءة حالا. بوتو القراءة حالا كيبقى يقرانا بطريقة مسترسلة. هذا هو اللي كاين. نمشيو قراءة المساعدة والإعدادات. نشوفو شنو فيها مساعدة والإعدادات. مساعدة والإعدادات كيعطيك سيدي يرجى كتاب ملاحظاتك في تفاصيل أكبر قدر ممكن. يعني هذا التطبيق هذا إلا عندكم شي ملاحظات أو شي إضافات بغيتوا تضاف التطبيق أو شي حاجة معينة تقدروا تكتبوها في هذا المكان أو في هذه الخانة. طلب مكالمة. يرجى كتاب ملاحظاتك في تفاصيل أكبر قدر ممكن. نكليكيو عليها، نكليكيو هنا ونمشيو. يرجى كتاب ملاحظاتك. باك بوتوم. يرجى كتاب ملاحظاتك في تفاصيل أكبر قدر ممكن. يعني إلا بغيتي شي حاجة تضاف تزيدها ولا شي ميزة خاصاكم ولا هذا، ممكن أنكم تدونوها بوضوح بالإنجليزية أو بالعربية. من الأحسن تكون بالإنجليزية لأن كما قلت لكم التطبيق هو بالعربية، أنا عربته يعني. وكتكتبوا اللي بغيتوا وكتكليكيو على ارسال بوتو. دونك نخرجوا من هذه الخاصيه. المساعده التعرف على النص. التعرف سيلكس. يرجى كتاب ملاحظاتك. طلب مكالمه. هنا طلب مكالمه هذه ما فهمتش صراحه، انا ما فهمتهاش. واش انك انت كدير الرقم ديالك ولا احتاجوك يعني لا احتاجيتي شي حاجه كيتواصلوا معك هاتفيا او لا، الا عندك شي مشكل في الطريق كتواصل مع المطورين هاتفيا. دونك ملي كتكليكي على طلب المكالمه. طلب مكالمه كيجيك هنا الميساج. اذا كنت تواجه اي مشاكل او ترغب في الحصول على مزيد من التوضيح بشان اي شيء يمكنك حجز مكالمه معنا، سنتصل بك شخصيا ونحاول حل اي مشكله قد تكون لديك. تماما، هذه غالبا غتكون عندهم يكونوا دايرين هذه الخاصيه بخصوص يعني ديبلوتور، يعني الا كاين شي مشكل في التطبيق ولا. دونك حطين هذا الميساج وحطيه لتحت. يعني ملي كتكليكي هنا كتحدد البلد نتاعك، يعني كتحدد البي تاعك يعني النيجاتيف نتاعك. كاين هنا حتى لو ماروك، كنتي في الماروك، كنتي في الجيريا، كنتي في مصر، كنتي كتختار رمز البلد اللي خاصك وكتجي هنا دون موديفيكاسيون. كتكتب الرقم بدون 06 يعني غير ب 6 وتكمل الرقم. يعني الا كنت في الماروك كدير 6 6 62 كذا، فهمتي؟ يعني بلا ما دير 06 32 03 82 26 بلاش. وكتكليكي على تميت بوتو وكتمشي له من النمره، وما عرفش انا واش كيتصلوا بك ولا. المهم هذه مساله معروفه. دونك المساعده والاعدادات. المساعده والاعدادات قلنا الخروج الخروج ايقاف التعرف. طلب مكالمه. هنا التعرف التلقائي على اللغه. هنا كيقول لك ودي التعرف التلقائي على اللغات الخاصيه ما خدامهش، من الاحسن تخليوها ديزاكتيفي. راه التطبيق خدام بدونها، خدام تري بيان، ما تقيسوهاش، خليوها ديزاكتيفي. هي اصلا ديزاكتيفي. ايقاف بوتو يعني فيها ديزاكتيفي. لتحت كاينه تكست تو سبيتش. تكست تو سبيتش هذه خاصه باش انك تحدد واحد لي موطو فونتيز فوكال يبدا يقرا لك. مثلا عندي انا خدام بالاكابيلا وبغيت انا السمارت فويس هو اللي يبدا يقرا لي هذا النصوص، هذا نكليك هنا ونمشي نحدد. التعرف سيليكسيوني. يرجى طلب التعرف ايقاف تكست تو سبيتش. نكليك على تكست تو سبيتش. تكست تو سبيتش باك بلي سيليكت نو كوجي نو كوجي كوجي اوتو تي تي اس كاز اوبسيون نو كوجي اكابلا تي تي اس نو كوجي ام اس في تي لوكونت نو كوجي فوا انتيليجون كاز اوبسيون كوجي. خشيت سمارت فويس ونخرج في حالات المساعدة والإعدادات. التعرف على النص. إيقاف بوتون تكست تو انفيزيون. انفيزيون هنا نكليك على هذا الخروج. انفيزيون باش نقراو شوية على التطبيق. انفيزيون جو باك بوتون انفيزيون بوتا انفيزيون بيتا. يعني هاد النسخة يمكن تشري بيها ربما، والله ما عرفت
بيجي ويب سيت. بيجي ويب سيت. Privacy policy. Privacy policy. إذن كل تفاصيل. تصور منظمة العفو الدولية ليست دقيقة دائما، وبالتالي لا ينبغي أن تستخدم للتنقل أو في حالة حيث يمكن أن يتعرضوا للأذى، وهي غير مخصصة للكشف والتشخيص وإدارة الرصد أو علاج أي حالة طبي أو مرض. يجب على المستخدمين البحث عن أي نصيحة طبي من الطبيب. يمكنك استخدام تصور منظمة العفو الدولية على مسؤوليتك الخاصة. يعني تيقول لك إذا بغيتي هتبقر بإمكانك تستعمله على تحت المسؤولية ديالك الخاصة، يعني ما تستعملوش شيء أغراض هما ما مخصصينهاش ليه. المساعدة والإعداد. المساعدة. قراءة المستند بوتون. قراءة 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 المساعدة. قراءة النص المكتوب لخط اليد. لم يتم العثور على النص. لم يتم العثور على النص بكل بساطة، علاش؟ لأنني ما حتى قدموا حتى شي حاجة. أنا جبت واحد الكتاب، دونك هذا الكتاب هذا. قراءة المستند بوتون. كليك على قراءة المستند ونصور هذه الصفحة اللي قدامي في هذا الكتاب. ربما يمكن هذه التربية الإسلامية يمكن ديال خويا. بروسيسينغ. تابعوا معايا. إذا ما جابش لنا النص، خاصنا نفيرميو التطبيق. بكل بساطة، حيت أنا ما أكتيفيش الفلاش، ضروري تأكتيفي الفلاش من تبغي تصوروا شي ورقة. دبليو فلاش بوتون فلاش أون. إذا فلاش أون هو فلاش أكتيفي. دبليو فلاش. مع الأسف، لأنه ملي تكونوا في التطبيق ما خصكمش تخرجوا بالروتور. أنا خرجت بالروتور وفرض عليا دابا نخرج. فلاش أون. أكاي توكلي. إذا غادي نعاود ندخل التطبيق. أمبيزيون إي أبليك. أمبيزيون إي. قراءة النص الم قراءة الم. أعطيني أنا أكتيف الفلاش. نأكتيف الفلاش. فلاش ونمشي نكليكي على قراءة. قراءة المستند بوتون. المستند. إذا تابعوا معي، غادي نضرب دوبل كليك على الكاميرا، غادي يصور. سمعوا. بروسيسينغ. فلاش أوف. ها هو أعطاني النص. دابا غادي نبقى نتصفح من اليسار لليمين وغنقراه. التنقل إلى. بسم الله. سورة الحج الآية 75. سورة الحج الآية 75. مشهور في العادة، على الرغم من أنهما من العبادة، دور الأوالخ انطلاقا من الآية الكريمة. إذا أعطاني هنا السطور، كنسحب وكنقرأ. تصدير النص بوتون. هنا تصدير النص بغيتي دير بارطاجي مع شي واحد. تشغل بوتون. وهنا تشغل، يعني الا كليكتي لا تشغل غادي تقرا بطريقه مسترسله، كليكيو عليها. ايقاف. لو افعل وايل عليكم ملو سوره الحج الايه 75. وزاره ورزش وتوافقات. مشهور في العاده، على الرغم من انهما من العباده، دور الى والاخره انطلاقا من الايه الكريمه. تخيبيا، نمشيو دابا نجربو نقراو ب التنقل إلى. نقرأ بال يعني قرينا بالمستند، نقرأ بالتكبير. قراءة النص المكتوب لخط اليد بوتون. النص المكتوب بخط اليد. لم يتم العثور على النص. ما تعرفش عليه، ما عرفش علاش. آه، حيت فلاش ديزاكتيفي. ابدأ القراءة حالا. قراءة قراءة المساعد. فلاش أون. فلاش أون. قراءة النص المكتوب لخط اليد. ألي كلا من ذكر الركوع والسجود قبل العبادة، على أن بخط زمن الفلاح في دنيا والآخرة انطلاقا من الإية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة ذاريات الإية 56. نقل إلي والإنس إلى ليعبدوي طلاب الملكية أغنية من خلق الجن والإنس.
يعني كيقصد بالنص المكتوب بخط اليد هو النص الطويل، والمستند هو المستندات. تراكم عارفين المستندات. دونك ندوزو لحاجه اخرى، نمشيو نتعرفوا على حاجه اخرى. سيليكسيوني التعرف العام. شو على التعرف العام؟ التعرف العام سيليكسيوني المساعدة وال دبل فلاش بوتون اكتيفو بعد فلاش اوف فلاش اون فيزيون بوتون فيزيون. وهنا مسح الباركود بوتون. مسح الباركود هاد الخاصية ما خدمش، ما خدمش، ما كتعطيني والو. نحيدوها. تعرف على الالوان بوتون. تعرف على الالوان هي خاصية ما خدمش، نتمنوا انه يفعلوا هاد الخاصية. اليرت تي في تيوري بي افيلابل سون اوكي بوتون سيف. يعني اون فيزيون اي ما خدمش. تعرف على الالوان باش غير السيناريو بوتون. بس تاع السيناريو، اذا انا غادي نصور هاد الكتاب اللي قدامي. تعرف باش غير السيناريو بوتون كليكي عليها. يبدو وكأنه لقط قريبة من قطعة من الورق. قطعة من الورق يعني صور لي غير الورقة. فوالا تري بيان. نعود نديرو في تعرف باش غير السيناريو بوتون. يبدو وكأنه شخص في قميص أحمر. أنا لابس جاكيطة حمراء. هادشي زوين. ألور بقات لنا مسألة واحدة، هي أننا نتيستيو واش يقرنا العملات المغربية. العملات المغربية نشوفو كيفاش غادي يقرنا العملات المغربية. عندي هنا ورقة ديال 100 درهم 100 درهم. غادي نمشيو ونخرجو من هاد نشوفو فين سيليكسيوني التعرف على النص. التعرف على النص سيليكسيون التعرف المساعدة وال دبل فلاش بوتون قراءة دبل فلاش بوتون فلاش اوف فلاش اون خليو اون. قراءة المستند بوتون. قراءة المستند. دونك دابا من بعد ما وقفنا على قراءة المستند نحط نقابلوه مع 100 درهم. نشدو 100 درهم بحال هكذا ونصوروها. بسم الله. Processing. Flash off. Sma Maya. Idan, j'ai voulu un mot. N'chufu. التنقل إلى. En vision et. Bank Almar. Bank Almar. 100 درهم. كيف ما سمعتوا 100 درهم. تصدير النص. أعطينا صفة النص وأعطينا. تشغل بوتون. نقراو بالتفاصيل. ايقاف 100 درهم. دونك ملي كنصورو ملي كنصورو بالمستند كيعطينا كيعطينا يعني كيعطينا الفقرات، لكن ملي كنصورو نص مكتوب يعني بخط اليد كيعطينا التفاصيل. تصدير 100 درهم. دونك بنك المغ اميليو اي التنقل اميليو اي التنقل قراءة النص المكتوب بخط اليد بوتون. فوالا قراءة النص بخط النص المكتوب بخط اليد. نعاود نصورو 100 درهم. لم يتم العثور على النص. اسمحوا لي اسمحوا لي كاين شي غلط في الفلاش يمكن. قراءة دبل فلاش بوت فلاش اون. فعلا قراءة النص المكتوب لخط اليد بوتون. الا ما تعرفش لكم على الشيء يعني ما كاينش الفلاش ماشي اكتيف. دونك نكليكيو هنا. لم يتم العثور على النص. عرفتش علاش؟ لكن غادي تعرف عليه ان شاء الله. ابدأ القراءة حالا بوتون. نديرو حنا واحد القضية أخرى. نكليكيو على هاد إبداء القراءة. التوقف عن القراءة حالا. لم يتم العثور على قراءة النص المكتوب بخط اليد.
قراءة ملف مكتوب بخط اليد. ما بغاش يتعرف عليها. مسافر أجدي ينحي لف بلار التوقف سيليكسيوني التعرف لا المساعدة دوبلو فلاش بوت قراءة المستند دوبلو فلاش فلاش اوف فلاش اوف قراءة النص المكتوب بخط اليد بوتون. انا قالب الورقة ربما نعود نديرو تجربة اخيرة وعذرا على الفيديو الى طال، ولكن بغيت نشرح معكم التطبيق بالتفاصيل ديالو باش هكا يعني ما يكونش عندكم يعني الاسئلة يعني اللي الاجوبة ديالها قريبة لكم. تحيات. قراءة النص المكتوب بخط اليد. Un incendie en 0734495 لم يتم العثور تصدير النص تشغل بوتون. كاين شي مشكل في التطبيق غادي نخرج منه اكاي توكلي ونعاود ندخل له اون فيزيون اي سيليكسيوني التعرف على النص اون فيزيون اي التعرف دوبلو فلاش قراءة دوبلو فلاش فلاش اوف قراءة قراءة النص المكتوب بخط اليد بوتون. نصوروها ونشوف واش فيها هنا. بنك ألوان 100 درهم. كيف ما سمعتوا؟ كنتمنى لكم التوفيق. هذا هو التطبيق، والحقيقة تطبيق رائع، ما ناقصه إلا التعرف على الألوان واستخراج الباركود. حقيقة كانت منكم أنكم يعني تراسلوا مع يعني المطور ومسهلين المسألة يعني تطلبوا منهم اللي يتقن اللغة الإنجليزية يتواصل إن شاء الله مع المطور ويطلب منه أنه يضيفنا هذه الميزات هذه. ونتمنى من إخوان كاملين المكوفين ودعاف البصر أنهم يديروا هذه الخاصية هذه. كان معكم أخوكم يونس بروين من فريق تبادل المعلومات التقنية. كنحييكم وكنقول لكم تحيات سي احمد خلوق من مدينه لاب المغرب، سي احمد خلوق من مدينه كازا، وسي مهدي مدواني وسي عبد الربي يونس بروين من مدينه لاب المغرب. تحياتي واحتراماتي. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس زر الاحمر باش انكم توصلوا كل جديد أول بأول إن شاء الله، وتضغطوا على زر الإعجاب إلى عجبكم الفيديو وتقسموه مع الأصدقاء ديالكم باش حتى هما يستفدوا ويفيدونا آخرين بطبيعة الحال. وما تنسوناش من تعليقكم وآراءكم وانتقاداتكم واقتراحاتكم وطلباتكم كذلك. تحياتي واحتراماتي.